اللي بيحصل ان كل التخصصات اللي بتعالج امراض الثدي وسرطان الثدي بتتقابل، والمالتي ديسبلينري تيم ده هو بيبقى مهم جدا لصالح المريض، علشان بنقدر كل واحد بيقول معلوماته الطبيه، وكل واحد بيقدر يستفهم عن اي أوبستكل موجودة. احنا نحب ان الميتينجز دي تتكرر باستمرار، لان مقابلة التخصصات المختلفة فعلا لها فيدباك كويس قوي على المريض. وكلمتي بقى للمريضة انه لو انتوا كنتوا حضرتوا النهاردة كنتوا هتلاقوا انه كل البرزنتيشنز كانت تتكلم على الكشف المبكر عن أورام الثدي. وشكراً.